مساء الخير على احلى ست في الدنيا. مين بتكلمنا؟ انا. هو في ست غيرك؟ خير ان شاء الله، اكيد عايز حاجه. بصي بصراحه كده من غير لف ولا دوران، انا عايز اتجوز واحده تانية وجاي اخد رايك. ايه، تتجوز واحده تانية؟ وماله يا حبيبي، اتجوز. ايه ده، يعني انت موافقه؟ طبعا موافقه، عادي اتجوز. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وما تخافيش خالص، انا هعدل ما بينكم انتوا الاثنين ومش هتحسي باي تقصير. طبعا انا عارف. استنى بقى، عشان كنت بكلم واحده صاحبتي. كلميها. تمام، الحمد لله انها وافقت. ايه يا حبيبتي، وصلنا لفين؟ جوزك عايز يتجوز عليكي. وانت هتعملي ايه؟ هتعملي قلت لك عليه. بس كتري بقى البطاس والكرول عشان يدوب بسرعه وينزل في المجاري. ما تقلقيش خالص، كده هتبقى جريمه كامله ومحدش هيقدر يكشفك لانه خلاص هيتبخر. على فكره انا مش عايزه اتجوز ولا حاجه، انا كنت بهزر. هو في ست غيرك تملي عينيا؟ والله يا حبيبتي ما هزر، اكيد انت مصدقاني صح؟